يعني اهالي لاعبين اللاعبين وكمان الجمهور. طب والجمهور. كابتن استاذنك نروح ناخد طبعا نجم الفريق، والنهارده كان نجم فوق العاده احمد قطب نجم الفريق. احمد الف مليون مبروك. الله يبارك فيك يا كابتن هاني. بص احنا النهارده كابتن هاني وكابتن ماجد راهنوا عليك بشكل كبير، والحقيقه انت النهارده كنت سوبر 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 ستار. يعني تحب تقول ايه بعد الفوز الكبير ده يا احمد؟ الحمد لله. انا اول حاجه حي كابتن هاني وكابتن ماجد، وطبعا الحمد لله على المستوى، وطبعا الفرقه كلها يعني ادت بشكل طبعا يعني هو ده الطبيعي بتاع النادي الاهلي عشان خاطر نفرح الجمهور ونرجع الدوري للنادي الاهلي ان شاء الله. احمد يمكن عودتك لمستواك الرائع اللي احنا شفناه النهارده ده اضافه كبيره للنادي الاهلي. كلمني عن نظرتك لاستكمال الدوري سواء المباراتين الجايين او لبطوله افريقيا. شايف وجودك او حفاظك على مستواك ده امر نقدر ان شاء الله نحققه بحيث ان انت تبقى دفعه كبيره جدا للفريق، ولا هيبقى في امور تانيه؟ لا هو طبعا احنا من يعني انا من اول الموسم يعني انا بحاول بقدر الامكان ان انا يعني اساعد الفرقه، وطبعا هي الفرقه طبعا كلها رجاله، بس انا بحاول الحمد لله يعني بحاول اساعد الفرقه من اول الموسم، وطبعا هنكمل لحد اخر الموسم كان افريقيا ولا حتى الماتشين اللي فاضلين في الدوري والكاس ان شاء الله، وطبعا ان شاء الله مكملين يعني مش هنوقف يعني ان شاء الله مستوانا ما يقلش والكلام. صحيح يا احمد. طيب كابتن هاني مصلحي كان اول الاستوديو كان مراهم بشكل كبير عليك وهو عايز يقول لك حاجه، اتفضل يا كابتن هاني. اولا مبروك يا قطب. ان انت يعني الحمد لله تمام، بارك لك ان انت رجعت للمستوى ده اللي احنا نفسنا ان انت تستمر عليه على طول. حاجه تشرف يعني. تمام مبروك كده ان شاء الله بطوله افريقيا تبقى اهلاويه، وانت ان شاء الله احسن ضارب في البطوله ان شاء الله باذن الله. ربنا يخليك. مبروك يا حبيبي. الله يبارك فيك كابتن هاني. وكابتن ماجد برضو عايز يوجه لك حاجه، اتفضل يا كابتن ماجد. مبروك يا قطب. الله يبارك فيك كابتن ماجد. ازي حضرتك عامل ايه؟ الحمد لله ما شاء الله على المستوى، والاداء النهارده كان رائع جدا، وانا بتمنى ان انا اشوفك دايما كده سواء مع الاهلي او مع منتخب مصر. الحمد لله الحمد لله ان شاء الله يبقى في احسن ان شاء الله. ان شاء الله وتعملوا معسكر جيد وترجعوا ان شاء الله على قد بطوله افريقيا وتكسبوها باذن الله. ان شاء الله. الف مبروك يا حبيبي. الف مبروك. الله يبارك فيك يا كابتن ماجد. الله يبارك فيكم. احمد قطب طبعا نجم الفريق، شكرا جزيلا ليك، سلامنا لكل الفرقه وحافظوا على نفسكم، يعني ربنا يحميكم وتحافظوا على نفسكم كده ان شاء الله حتى نهايه الموسم يا رب، وربنا يحميكم من الاصابات. احمد قطب شكرا جزيلا ليك والف مبروك. الله يبارك فيك. ربنا يخليك يا كابتن هيثم. شكرا. الحقيقه يا كابتن هو يعني ربنا يحميهم صراحه، ولاد يعني احلى حاجه في الواحد بس خايف يحسدهم. انا في نقطه بس عايز اقولها زياده. هو اللي انا بقول يا رب يحميهم من الاصابات. في حاجه